أطلقت قيادة العمليات المشتركة عملية أبطال العراق المرحلة الثالثة لتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات ديالا سامر كركوك من 3 محاور. وذكر بيان صادر عن نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري أن هذه العملية تشترك فيها عدد من قطاعات الجيش والداخلية والحشد الشعبي، وهي تستهدف مساحة 4853 كيلومترا مربعا لغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية وتعزيز الأمن والاستقرار.